كان الكل ينتظر مني دموع وصياح. يقول للطلبة طلعوا جايبة لي سكرين، فهاي مكان هالبيت أو المستشفى. كنت في عالم آخر، مو أنت اللي تحدد مصير إنسان. مهندسة بحرينية تربعت على جبل من التحدي مع مرض السكلر. أكد الأطباء أنها ستعيش لمدة 40 يوماً فقط، لكنها تبلغ الآن 40 عاماً. عالم الهندسة اختارني وما اخترته. دخلت الهندسة المعمارية. دخلت الهندسة المعمارية السنة الأولى اجتزتها بتفوق. السنة الثانية الكورس الأول مثل شيء، الكورس الثاني أصبت بنوبة شديدة، وهذه النوبة اللي غيرت مجرى الحياة ككل بالنسبة لي. تحولت من مستوى البكالوريوس إلى الدبلوم بسبب هذه النوبة. وصلت إلى الطوارئ السلمانية، كنت أسمع الصوت والصراخ وكنت أسمع كل الأمور. بعدها أن طار الصوت مضاعف بزيادة، بس أنا ما أقدر أتكلم. الشيء الوحيد اللي فقدته أني ما أقدر أتكلم، وكانت عيوني ما تشوف الناس اللي حواليني. كنت في عالم آخر، وشفت تقابلت مع ربي، مع ربي. وصلت إلى مرحلة الأطباء يقولون إن هي دقيقتين، بس أنا ما كنت أشوفها دقيقتين، تشوفها يعني مستحيل إن هي تكون، لأني كل كان شريط الحياة كله يمر ويمر بالتفاصيل التفاصيل. وفجأة ومن غير أي مقدمات أصبت بنوبة سكر. غمضت عيوني، حسيت إن نفسي قاعدة تنسحب من جسدي. وجدت نور عظيم جدا جدا جدا. فتحت عيني، شفت أول قطرة دم تنزل في داخل جسدي. تعرضت مناهل لموقف في جامعتها أظهر لها نظرة المجتمع لمريض السكلر، حتى ترك لها ندبة لا زالت باقية في قلبها. موقف الدكتور في الجامعة، هاي الدكتور بعد النوبة كان يوقفني قدام الطلبة كلها وحمل السكرير ونادوني لأوقف يمه في الطاولة، شاهد كل الطلبة ورفعنا بهالطريقة. يقول للطلبة طلعوا جايبة لي سكرير، فهاي مكان هالبيت أو المستشفى. فحطوه على الطاولة، خذيته شفسته، رجعت مكاني. يعني مثل ما قلت شيء قبل، فشكراً لك، شكراً لأن هذا الموقف خلاني أتحدى أشياء كثيرة. كل من يراها يخبرها بجملة واحدة، أنت لا تبدين أبداً بعمر الأربعين. في شهر 5 اللي راح كنت في لبنان، كنت في برنامج زميلكم مالك مكتبي، كان عارض قصة إلى طفل، إنه كان يصيح الطفل إنه هو بيتوفى فرحت له. فكان سبحانك يا رب، هذه بعد ترتيب إلهي هذه الرحلة. فمجرد ان انا كلمت مالك مكتبي قلت له ان اسمي كذا كذا، وانا اقول له لي بعيش 40 يوم، وانا اليوم بكمل 40 عام في نهاية مي. فانا حابة ان انا اقابل خالد واقول له ان انت بتعيش وان انت قوي. كنت احاول ان اوصل رسالة الى الاطباء ان وايا كان مو أنت اللي تأخذ قرار عن نيابة عن رب العالمين، الله اللي قرر. معك مناهل منصور من مملكة البحرين، أعاني من حالة مرضية، وكما أخبر طبيب خالد بموته أخبرني كذلك، وكانوا بالإجماع بأنني لن أعيش 40 يوم، واليوم أنا عمري 40 سنة سأمتد إلى العمر المديد. أقول لخالد إن أحسن ما في مرضنا إن إحنا ما نبين.
وهو كان عمره 13 سنة، بس ما حد يصدق عمره 13 وأنا كنت 40. قلت أحسن ما في المرض، نحن ما حد يصدق عمره. في النهاية العمر رقم. مناهل منصور أول بحرينية تختص في مجال هندسة المساحة التصويرية، ساهمت بيدها في أبرز المشاريع التطويرية بمملكة البحرين وكسرت معايير احتكار الرجال لهذا الاختصاص. صدفة أن أنا أسوي سيرش أبغى أكمل دراستي وأن أنا ما أوقف عند الدبلوم، شفت برنامج طرحنا المعهد الملكي للمساحين في بريطانيا، برنامج جديد ويتكلم عن المسح الجوي، المسح الجوي التصويري اللي هو الفوتوغرامتري. قدمت، أعطوني هاي الفرصة، أعطوني فأكون أنا استثمرتها، ما أعطوني ببحث عن غيرها، فوافقوا. وكنت أنا الوحيدة في الخليج، من الخليج اللي ماخذيني، وكانوا وياي من اليابان، من الصين، من الهند، كانوا وياي من أمريكا، إسبانيا، بريطانيا، كان في بعد بنت، فكنا 10. السكلر أصبح رفيق درب وظلاً للنور والظلام، تعايشت مناهل مع ألمها ومع خلايا دمها أيضاً، حتى باتت حكايتها تسطر بحروف من ذهب. في الفترة الأخيرة جزاهم الله ألف خير أطباء المشرفين على حالتي، ولازم أذكره الدكتور جعفر طوق، استخدم وياي استبدال الدم الشهري. وين كنت؟ كنت شبه يومي كان الآلام، وجزا الله ألف خير والمتبرعين بالدم هذين اللي مهما حييت ما أقدر أرد ليهم هذا الإحسان، لأن دماغهم أنا اليوم أعيش.